رجعت لكم تاني يا جماعة. اجي البستلمة اهي، طلعوا كل دوت، احطهم بقى في الفريزر وبعدين نعملهم مرة تاني في فيديو تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا لحمة مفرومة، هنعمل البستلمة اللي هي اللي بتتاكل في ساعتها، اللي بسرعة اللي هي مش بالثوم والحاجة، ثوم منه وفيه يعني. ادي ده توم، هاخد منه كده معلقة او نص معلقة كفاية، زي بتبقى طعمها بحلو بالتوم. هنحط توم، هنحط شوفان، معلقة شوفان. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كمان، عندنا مكون جميل جدا، سبرينكل اللي هو البسترما، شايفين ولا ايه؟ اهي مكتوب عليها بسطرمة. تحط معلقة، ليه انا بحط المكون ده؟ عشان فيه طعم الحلبة، وطعم البسطرمة هو بيبقى فيه اكتر حلبة يعني، والثوم، ثوم باودر وحلبة. هنحط كمان لون، عايزة احط معلقة اللي هي البودر. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هحط ملح، انا هحط ده بس. نقلب بقى حلو ده. ده لازم يبقى فيه لون حلو كده عشان يدي اللون البسطرمه الاحمر. هقلب انا الكلام ده كله وبعدين هرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا جماعة. اجي البسترمة، بس اللون بتاعها عامل ازاي؟ اهم حاجة في الوقت ده هو ده العجل. اجي البسترمة، بسم الله الرحمن الرحيم. البسطرمة اهي، هفرد بقى انا في الكيس التلاجة. وبعدين هرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا جماعه. اجي البسترمه، رجعت لكم تاني يا جماعه. اجي البسترمه اهي، طلعوا كل دوت، احطهم بقى في الفريزر وبعدين نعملهم مره تاني في فيديو تاني. وإذا عجبكم الفيديو يا جماعة ما تنسوش الاشتراك في القناة، من قناة أنسوس، وقناة منزلية بسيطة وأنيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتقابل في فيديو جديد إن شاء الله.